تنفذ الطيران بهالمنطقة هاي هوني، وتوجه الدفاع المدني لمكان التنفيذ، وكان عندنا إصابتين هوني بمحل التنفيذ. ففي نفس اللحظة نفذ الطيران بمنطقة شو اسمه دوار المحريب، وتوجه الدفاع المدني لهونيكي. فكان في هونيكي عندنا حوالي 8 شهداء و12 إصابي، ونفذ كمان بالشيخ تيلت، بمنطقة الشيخ تيلت كمان الحمد لله على سلام ما في شيء، ونفذ بمنطقة البعة عند مدرسة إعداد الحزبية الحمد لله كمان على سلام. والحوالي الساعة 12 نفذ أول تنفيذ بالمحافظة. والله لندوس على رقبتك يا كلب يا ابن الكلب، هذا الكلام حطه في دانك واسمع. إذا بتجيب روسيا وبتجيب إيران وبتجيب تركيا وبتجيب الصومال وبتجيب دول العالم، نحن هون شعب مؤمن برب العالمين وما منخاف غير من الله، وما نسائلين عليك ولا عن طيرانك ولا عن صواريخك ولا عن دباباتك ولا سائلين على شيء أبدا. نحن إيماننا بالله كبير وبس، وما نسائلين على حدا. بدك تعمل مراجل رولة هونيك على الشام محل ما عبدوس على رقبتك، شوف إذا بداني أشو عمله فيكن يا كلاب. حسن نصر الشيطاني بيدعي أنه بدي عيد بالزبداني، إن شاء الله بدي عيده بالجباني إذا الله راد ويسر. غارات جوية عنيفة تعرضت لها مدينة إدلب اليوم بالطيران الحربي والطيران المروحي على حد سواء، تزامنا مع معركتي الفوعة وكفرية التي أطلقها جيش الفتح. إلى الآن أكثر من 60 جريحا وخمسة شهداء موثقين داخل مدينة إدلب. أنس الريسي، أورينت نيوز، محافظة إدلب.